الميسترو ديال السافونية هذه عام الرابع إن شاء الله. وكنشكروا السيد العامل ديالنا اللي عطانا اليد على هذه السافونية والسلطة المحلية ديال إفران والرئاسة المصالح. وكنشكروا حتى الإعلام، حتى الإعلام راه كيدير مجهوده، راه كنشكروه بزاف. وكنتمناو إن شاء الله بحول الله غادي يمشي هذا الشيء لقدام حتى يوصل شي بلايص اللي ما وصلهمش غادي يوصلوا، ما يبقاش غير في إفران. كنتمناو إن شاء الله يزيد لقدام حتى يوصل لمدن الآخرين. والحمد لله رب العالمين، والله ينصر سيدنا. اليوم العدد 234 بندير، العام الأول كاينه 208، ومشى هذا الشيء كيزيد إن شاء الله ومازال غيزيد والحمد لله رب العالمين. السافونية إلا بغيتي الحقيقة راه السيد العامل هو اللي اختارها في فران، وما كنا غير الفراقي وكل واحد بالجروب ديالو. كيجي المهرجان كيطلع فوق الخشبة ينزل يجيو الآخرين، ولكن السيد العامل الله يكثر خيره قال لك اودي علاش ما نديروش واحد السافونية تكون مجموعة واحد 30 فرقة ولا 40. قلنا له بسم الله وجاب الله التيسير والحمد لله رب العالمين. المشاركة ديالي في مهرجان فرحانة ولقيت الناس ديولي إمازيغ ديولي، والحمد لله كانوا الضياف اللي جاوا من كل بلاد كما مدينتنا إفران معروفة بالناس كيجيو هنايا والطبيعة والماء وكل شيء، مرحبا بهم. وجيت أنا فرحانة وكنتمنى إن شاء الله يمشي هذا الشيء لقدام، وكاع اللي كيدير شي حاجة الله يوفقه، وإلا جات المناسبة مرحبا مع أي واحد. تبارك الله عليهم تجاوبوا معايا، وكان الحب ديال إمازيغان وفرحانين حتى هما، والحمد لله اللي كنشوف انا الجمهور كيتجاوب معايا كنزيد كنتشجع وكنزيد كنعطي اكثر. اي حاجه كتزيد لك غير كتعرفوا عليك ناس وتعرف على ناس، وما كرهناش يوميا نتلاقاو مع هذا الجمهور. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.